السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس، الدرس 105 من هذا الكورس المميز. كلمة باي كلمة مهمة جدا باللغة الإنجليزية، خلينا نتعلمها مع الشرح المفصل وأهم المرادفات في دقيقتين فقط. أما الآن اضغط على إعجاب، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تحصل على جميع الدروس. هدفنا أنه نحفظ أكبر كمية من المعلومات بهذا الدرس، لذا ركز معي من الآن جيدا. كلمة باي تأتي بمعنى بواسطة، من قبل أو من جانب. جيد، خلينا نشرحها الآن مع الأمثلة. He had a son by his first wife. لديه ابن من زوجته الأولى. First wife زوجته الأولى. He had a son from his first wife. By his first wife. ممكن أن نقول from ونقدر نقول by أيضا. By his first wife. إذن المثال الثاني على كلمة by. She counted the sweets one by one. Counted أحصت أو عدت حسبت the sweets الحلويات the sweets one by one واحدة تلو الأخرى. She counted the sweets one by one. إذن احفظ هذه الجملة وكررها بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح، ولا تنسى أن تكتبها في كراسك أيضا. She counted the sweets one by one. خلنا نأخذ أهم المرادفات لكلمة by. Through بواسطة. Before من قبل. On behalf of من جانب. During من خلال أيضا. إذن هذه أهم مرادفات كلمة by. الآن استخدم كلمة by في جملة، كون جملة مستخدما فيها كلمة by واكتبها في التعليق حتى أستفاد منها الآخرون أيضا. شكرا لكم على المتابعة، انتظرونا في الدرس 106 مع كلمة جديدة ومهمة جدا، كلمة behind سوف نشرحها بالتفصيل أيضا، وانتظرونا في الاختبار الشامل لكل 10 دروس سويا. اشتركوا في القناة حتى تحصلوا على جميع الدروس مباشرة حين نشرها، ولا تنسوا أيضا تفعيل زر الجرس حتى تأتيكم الدروس مباشرة حين نشرها. شكرا لكم على المتابعة، وانتظرونا في حلقات جديدة. إلى اللقاء.